أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم المرأة في الحدث، ونقدم فيها أهم الأخبار السياسية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمرأة من الشرق الأوسط والعالم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، ونبدأ حلقتنا من الشمال السوري، حيث افتتح وبحضور العديد من شخصيات ومكونات الشعب السوري في إقليم الجزيرة دار المرأة عشتروت بمدينة القامشلي، في خطوة جديدة من خطوات نضال المرأة السورية في سبيل خلق بيئة تمكنها من الدفاع عن حقوقها. لنتابع. 8 أعوام عمر الأزمة السورية اتخذت فيها ومنذ بداياتها المرأة السورية بكافة فئاتها وانتماءاتها قرار السير في عملية تحررها والدفاع عن حقوقها، وبدأت الجهود المبذولة تتوج يوما بعد يوم بإنجازات تعزز من مكانة المرأة السورية، وآخر هذه الإنجازات افتتاح دار المرأة عشتروت بمدينة القامشلي. مراسم الافتتاح شهدت كلمات أكدت على وحدة الشعب في شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها واتجاهاتها، وسط حضور شخصيات من هيئة المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية وعدة منظمات نسائية. طبعا الاتحاد النسائي السرياني يقوم بتأسيس مؤسسات، هذه المؤسسة هي مؤسسة مدنية اجتماعية تعمل على مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق حقوق للمرأة. كون المرأة في مجتمعنا معنفة، لا نقول جميع النساء ولكن أكثرهن. نحن طبعا هذا الدار لدار المرأة السريانية، النساء المشاركات هن عضوات بالاتحاد النسائي السرياني، لكن بترخيص من الإدارة الذاتية وبدعم من مجلس عدالة المرأة. كون ما يخص المرأة في الإدارات الذاتية السبعة وفي إدارة شمال وشرق سوريا، من يدافع عن المرأة هو محاكم ومجلس عدالة المرأة. افتتاح دار المرأة عشتروت بمدينة القامشلي يأتي كحلقة من ضمن سلسلة المقررات التي اتخذها المؤتمر الثاني للاتحاد النسائي السرياني بسوريا الذي عقد في تشرين الأول 2018، إذ أشارت صباح شابو المسؤولة بالاتحاد عن فرع القامشلي إلى أهمية تحقيق هذه الخطوة في مجال تطوير وتمكين المرأة، مؤكدة على استمرارهم في إنجاز مشاريع مماثلة بالمستقبل القريب. طبعا من مقررات المؤتمر كان أنه يتم افتتاح دار المرأة الثاني، ومن ضمنه كمان كان يعني كجاهزية للمقر الثالث اللي راح يكون يمكن في ديريك، راح يفتتح دار مرأة عشتروت الثالث في منطقة ديريك أيضا لحل قضايا طبعا المرأة بكافة مكوناتها وليس فقط للمرأة السريانية. ومن ضمنها أيضا نحن عندنا مراكز راح يتم افتتاحها للمرأة كإرشاد نفسي، وكان أول مركز تم افتتاحه قبل أيام مركز العوائل للإرشاد النفسي. وبحسب مهتمين بواقع المرأة السورية، فإن نجاح المؤسسات التي تعنى بالمرأة في تحقيق الأهداف التي تضعها ضمن جداول زمنية معينة وبآليات وخطوات معينة أكدت ولا تزال على أصالة المرأة السورية وإرادتها القوية في التخلص من كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق تمييزها وتفردها. قالت مخرجة فيلم أخوات السلاح قبيل عرضه في مهرجان السليمانية السينمائية الدولي أنها لم تنتج هذا الفيلم من أجل إرضاء أردوغان، بل لسرد بطولة المقاتلات أمام العلم. لنتابع. المخرجة الفرنسية كارولينا فوريست وفي مؤتمر صحفي خلال مشاركتها بمهرجان السليمانية السينمائي الدولي بنسخته الخامسة، قالت إنها أنتجت فيلمها أخوات السلاح لسرد بطولة المقاتلات الكرديات للعالم وليس من أجل إرضاء أردوغان، وذلك في معرض ردها على سؤال بخصوص إن الفيلم أثار غضب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحكومته. وفيلم أخوات السلاح عرض كافتتاحية لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي يوم الثلاثاء،
وهو ثاني عرض للفيلم الذي يحكي عن مجموعة من المقاتلات الكرديات وأخريات من دول غربية يخوضن قتالا جنبا إلى جنب ضد تنظيم داعش الإرهابي في قضاء سنجار بالعراق دفاعا عن الشعب الإيزيدي. وتدور أحداث الفيلم بصورة رئيسية عن امرأة كردية إيزيدية تدعى زارة اختطفها تنظيم داعش الإرهابي وبيعت لأحد عناصره، إلا أنها في النهاية تتمكن من الهروب واللحاق بكتيبة مؤلفة من مقاتلات من مختلف دول العالم يكافحن للقضاء على هؤلاء الإرهابيين. وفيلم أخوات السلاح الذي سيعرض في 9 من تشرين الأول الجاري أهدته المخرجة كارولينا فورست إلى المقاتلات الكرديات والمتطوعات من مختلف دول العالم اللواتي انتصرن على تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما وصفته المخرجة بآخر حرب عالمية. أقيم في بغداد المؤتمر الدولي 11 لمناهضة العنف ضد المرأة والدعوة إلى احترام حقوق المرأة من مختلف الأديان والطوائف وأهمية مشاركتها في العملية السياسية وطرح القضايا التي تخص المرأة العراقية وكيفية معالجتها. المزيد في تقرير مراسلتنا إيناس فيصل من بغداد. كونها نصف المجتمع، لا بل المجتمع بأكمله، أقيم في العاصمة العراقية بغداد المؤتمر الدولي 11 لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يدعو إلى احترام حقوق النساء والمساهمة في حمايتهن من خلال تقديم لهن الدعم الكافي، وبحضور عدد كبير من المسؤولين وناشطات المجتمع المدني المدافعات عن حقوق المرأة وشخصيات رسمية عربية وأخرى أجنبية. هي فعلا الموضوع يعني مشت المرأة بي بخطوات جيدة، وعلى الصبر اللي صبرته المرأة العراقية والنضال اللي ناضلته طول سنين العمر الماضي، يعني ما تأخرت عن إعطاء أسرتها أو بلدها أو قامت بواجبها على أكمل وجه وكانت مجهدة، لذلك تستحق الأفضل، تستحق خطوات جيدة. ما زالت ولا تزال ظاهرة العنف ضد النساء تتضح آنيا كحالة لا تكاد أن تنتهي لعدة أسباب تتصدرها تردي الأوضاع الأمنية ووضع الواقع الاقتصادي والسياسي والعادات الاجتماعية وذكورية الطاغية بحسب طبيعة المجتمع، الأمر الذي يستدعي الوقوف لمعالجتها والحد من آثارها. أنا كناجية يزيدية، يعني بقيت 3 سنوات بالداعش، وبعد ما رجعت يعني ما عندي لا أب لا أم لا عم لا خال، يعني ما ظل عندي، وكثار يعني قصص الناجيات كثار منهم يعني بعد أسوأ من قصتي، كثار منهم يعني ما ظل أحد ببيتهم، يعني ما ظل أي أحد، فأشقد يعني نطالب، يعني هذا من حقنا نطالب، لأن نحن من ضمن هذا البلد، يعني من حقنا أن نطالب، فيعني أشوف يعني يهملون أمرنا، أشوف يعني يهملون أمرنا كثير. ومن تصير مؤتمرة وشي نحن كلتنا نجتمع بهذا بمؤتمرات، وهاي بعد ما يطلعون ما حد يعني ما حد يهتم بأمرنا. مشاركات تحدثنا عن أهمية الدفع باتجاه مشاركة المرأة في العملية السياسية وكسر حاجز الخوف لديها رغم الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. العنف هي ظاهرة مجتمعية خطيرة جدا، ليس فقط على المرأة وإنما كل أفراد الأسرة العراقية، لكن هذه المؤتمرات وبتوصياتها نضع أيدينا على وجود هذه الظاهرة، على الإحصائيات التي وضعها أو وجدها المجتمع المدني بظاهرة العنف وأسبابها وخطورتها، وكذلك لمعالجة ودخول المرأة إلى أهداف التنمية المستدامة 2030. يعقد هذا المؤتمر سنويا للإصرار على توعية المرأة بحقوقها والتركيز على أن تأخذ نصيبها من التعليم والاهتمام والتوجه نحو رفع ثقافة المجتمع وكيفية تعاطيه مع المرأة.
لقناة اليوم الفضائية إيناس فيصل، بغداد. بقى من الأخبار المنوعة من فلسطين والسودان والعالم نتابعها بعد الفاصل. فلسطين ألهمت قطع معدنية وعلب مشروبات غازية ملقاة على جانب الطريق في الضفة الغربية امرأة فلسطينية وساعدتها في ابتكار طريقة جديدة في تصميم أزيائها الخاصة لتبدع بذلك في صناعة منتجات مختلفة تحاكي القديمة والحديث في ذات الوقت. لنتابع. طريقة جديدة لتصميم الملابس بكافة أشكالها ابتكرتها مصممة الأزياء الفلسطينية مها شلطوف التي ترى قيمة كبيرة في العلب والأغطية المعدنية الملقاة على جانب الطريق في الضفة الغربية. القطع المعدنية تلك ألهمت مها وأعطتها القدرة على إضفاء لمستها الخاصة والخروج بأسلوب مميز لمنتجاتها بما فيها بناطيل الجينز القديمة والأثواب التقليدية الفلسطينية والعباءات. بعدين قطبتهن انا بالطريقه هاي، رسمت الموديل الديزاين هين ورسمت على الفستان، قطبته على الفستان بالطريقه هاي، والعبايه نفس الشيء، استخدمت الستان من جوا عشان يعطيني اللون الذهبي كانه بيمشي مع اللون هاي الغطي، وهين حطيت العبايه تبعتها بتقدر تلبسها من ورا، انها حطيت عليها الرات بشكل كانه يبين الرات بالوان عصريه، ألوان حديثة، ألوان بيحبون الصبايا. ابتكار مها لهذه الطريقة الجديدة والمتمثلة بإعادة تدوير الأشياء القديمة وتقديمها بشكل جديد يحاكي كل ما هو عصري وحديث بدأ منذ صغرها حينما كانت تعيد استخدام ملابسها القديمة بشكل مختلف. كانت البداية إني بالأساس كانت بلاطين الجينز يوم ما نلبسها، طبعا طول السنة بجوز نشتري مرتين بنطلونين بس، فكان عشان نستعمل البنطلون دايما على المدرسة ونروح نيجي فيه، طبعا نشلحه بس للمدرسة ونروح نيجي، فكان ينهرن أو يدوب البنطلون من الركب من هان، فكانت من ولا بالمدرسة إني أستعمل جيب البنطلونات المرميات البلاطين يعني المش نافعة، أخذ الجيبة تبعتها الخلفية وأحطها على الركب من هين وأشتغل حواليها بالتطريز بالإبرة شوي، أعمل عليها كديزاين هين يعني يبين إنه مرتب ومنظره حلو يعني. وتوضح مها أنها تأمل في أن تقوم بدورها في تنظيم مدينتها عن طريق إعادة تدوير الصحف والأكياس البلاستيكية وتحويلها إلى ملابس، الأمر الذي يثير اهتمام عملاء يبحثون عن خيارات أزياء صديقة للبيئة. من فلسطين إلى السودان، حيث دشن السودان بطولة دوري لكرة القدم النسائية في خطوة تعكس تطلعات الحكومة الانتقالية الجديدة للبلاد والتي ستتيح بدورها للاعبات آفاقا جديدة نحو مستقبل أفضل للرياضة النسوية في هذا البلد. لنشاهد معا. في خطوة تعكس تطلعات الحكومة الانتقالية الجديدة للبلاد وتتيح للاعبات السعي لتحقيق قبول أوسع نطاقا، دشن السودان بطولة دورية لكرة القدم النسائية، وتضمن الدوري 21 فريقا من جميع أنحاء البلاد. وأكد رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك أن مشاركة النساء في المجتمع تمثل أولوية لحكومته، مشيرا إلى الدور البارز للمرأة في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير. زي ما عارفين خلال التاريخ تم محاربة كرة القدم النسائية، وما هنا بس في السودان بالمناسبة يا جماعة، الموضوع ده كان عالمي،
لكن احنا في السودان كان ممكن عندنا بزياده شويه، لكن الحمد لله توفرت لنا الاراده السياسيه عشان من هنا ولقدام تكون الرياضه النسويه واحده من اعمده التنميه ويعني ركيزه اساسيه في السياسه بتاعه الدوله. وخلال مباراة فريقي التحدي والدفاع الافتتاحية بالدوري أعرب مشجعين من الإناث والذكور عن فرحهم في مدرجات أقدم استاد رياضي في العاصمة الخرطوم. والله أحلامنا إحنا يعني عايزين نمشي لقدام، عايزين نشارك في كأس العالم، عايزين نرفع اسم السودان فوق، إن شاء الله حنرفع إن شاء الله مع غريب. اسم السودان لازم يكون فوق عن طريق السيدات، كرة القدم بتاعت السيدات دي لازم تتقدم لقدام. وتشكل الرياضية النسوية ركيزة أساسية في الحكومة الجديدة للسودان، خاصة بعد حضور عائشة موسى المباراة كضيف خاص، وهي واحدة من أعضاء مجلس السيادة السودانية المشترك. حررت الشرطة في لاغوس أكبر مدينة في نيجيريا 19 امرأة وفتاة، معظمهن خطفن وقام خاطفهن بجعلهن حبالة بهدف بيع أطفالهن. لنتابع. حررت الشرطة في لاغوس أكبر مدينتين في نيجيريا 19 امرأة وفتاة، معظمهن خطفن وقام خاطفهن بجعلهن حبالة بهدف بيع أطفالهن. وقالت شرطة لاغوس يوم الاثنين إن الفتيات والنساء اللائي تتراوح عمرهن بين 15 و28 عاما جلبن من جميع أنحاء نيجيريا على وعد بتشغيلهن، وعثر أيضا على 4 رضع. ومصانع الأطفال كما تعرف بهذا المفهوم على نطاق واسع تشيع أكثر في مناطق بشرق نيجيريا. وقال بالا الكان المتحدث باسم شرطة لاغوس إن المشتبه بهم خطفوا الشابات غالبا بغرض استيلادهن وبيع أطفالهن الرضع لمشترين محتملين، وإن الفتيات خدعن بتشغيلهن في الخدمة بالمنازل. وقال ألكان إن هيئة التحقيقات الجنائية في الولاية ستتولى القضية وستعمل مع الإدارات الأخرى لإعادة توطين النساء والفتيات وأطفالهن. وأوضح ألكان أن المداهمة تمت في 19 سبتمبر أيلول، لكن الشرطة حافظت على سريتها حتى يتسنى لها القبض على المشتبه بهم. واحتجزت امرأتان إحداهما في 54 والأخرى في 40 لعلاقتهما بالقضية، وما زالت الشرطة تبحث عن امرأة ثالثة. ويبلغ سعر رضيع الذكر 500,000 ليرة، أي ما يعادل 2,630 دولار، والأنثى 300,000 ليرة، أي نحو 980 دولار. انهالت عروض المساعدة على سيدة مشردة بعد انتشار مقطع فيديو تغني فيه جزءا من أوبرا إيطالية على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق في لوس أنجلوس، حيث تلقت عروضا تمنحها مسكنا وفرصة للعمل. لنشاهد معا. مقطع الفيديو هذا الذي تشد فيه هذه السيدة المشردة بجزء من أوبرا إيطالية على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق بمدينة لوس أنجلوس ذاع صوته على وسائل التواصل الاجتماعي لتنهال عليها العديد من العروض التي تشمل فرص عمل ودعما ماليا. المتابعون لمقطع الفيديو الخاص بإيميلي زاموركا قدموا لها عرضا بمنحها مسكنا، وقالت وسائل إعلام محلية أن رجلا من كاليفورنيا دعاها لتقديم عرض موسيقي في مناسبة محلية، وشن حملة لجمع أموال بهدف شراء آلة كمان لها بدلا من تلك التي تقول زاموركا أنها سرقت منها. وقالت زاموركا البالغة من العمر 52 عاما أنها لا تصدق كل ما يحدث لها الآن، مشيرة إلى أنها لم تعلم بمقطع الفيديو إلا من خلال اتصالات الناس بها. وأوضحت زاموركا أنها تعرضت لسرقة آلة الكمان الخاصة بها بينما كانت تعزف عليها في شوارع وسط المدينة، وهو الأمر الذي بدأت معه كل مشاكلها. وبعد إن كانت زاموركا تعمل بالغناء والعزف على الكمان بالإضافة إلى قيامها بإعطاء دروس لتعليم البيانو،
سرق لصوص آلتها الموسيقية في عام 2016 ولم تعد قادرة على الوفاء بالديون، وجرى طردها من شقتها لتعيش مشردة في شوارع لوس أنجلوس. وكان ضابط في إدارة شرطة لوس أنجلوس قد قام بتصوير هذا الفيديو لزاموركا أثناء أدائها أغنية أوبرالية ألفها الإيطالي جياكوما بوتشيني، بينما كانت تحمل العديد من الأكياس وهي تقف على رصيف محطة المترو. وفي خبرنا الرياضي، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على لقب بطولة ووهان الصينية للتنس بعد فوزها باللقب للمرة الثانية على التوالي إثر تغلبها في المباراة النهائية على الأمريكية أليسون ريسك بمجموعتين مقابل واحدة. المزيد في سياق التقرير التالي. 25-5 أسدل الستار عن منافسات بطولة ووهان الصينية المفتوحة للسيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس الممتازة، بتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 14 عالميا بلقب البطولة الثانية لها هذا الموسم والرابعة ضمن مسيرتها الاحترافية بعد تغلبها في المباراة النهائية على الأمريكية أليسون ريسك بمجموعتين مقابل واحدة، تفاصيلها 6-3 و3-6 و6-1. ففي مباراة مثيرة وندية احتاجت من خلالها سابالينكا إلى 1:54 لتحسم اللقاء والبطولة لصالحها، ورغم تألق الأمريكية ريسك في المجموعة الأولى إلا أن البيلاروسية استطاعت إنهاء المجموعة لصالحها بستة أشواط مقابل ثلاثة لترد ريسك اعتبارها بالمجموعة الثانية وتحسمها بنفس النتيجة بستة أشواط مقابل ثلاثة، لتنتفض بعدها النجمة البيلاروسية صاحبة 21 عاما وتنهي المجموعة الثالثة والمباراة لمصلحتها. وبهذا الانتصار عادلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إنجاز التشيكية بيترا كيفيتوفا بعدد مرات الفوز ببطولة ووهان والبالغ مرتين، كما رفعت عدد انتصاراتها في الملاعب الصينية إلى 29 انتصارا مقابل 6 هزائم فقط. يذكر أن سابالينكا تأهلت إلى المباراة النهائية بعد إقصائها النجمة الأسترالية أشلي بارتي من الدور النصف النهائي للمرة الثانية على التوالي وبالنتيجة ذاتها بشوطين دون مقابل، فيما جاء تأهل الأمريكية أليسون ريسك صاحبة الرقم القياسي بعدد مرات الوصول للمباراة النهائية في البطولة الصينية والبالغ 6 مرات على حساب تشيكيا بيترا كيفيتوفا بشوطين دون مقابل. إقصاء ممثلي الإدارة الذاتية من اللجنة الدستورية محور لقائنا، نتابعه بعد الفاصل. استنكرت عضوة المجلس العام لحزب سوريا المستقبل سميرة عزيز إقصاء ممثلي الإدارة الذاتية من تشكيلة اللجنة الدستورية التي أعلنتها الأمم المتحدة، وأكدت أن هذه اللجنة ولدت ميتة كونها لا تمثل جميع مكونات الشعب السوري، معتبرة أنه ليس هناك رأي للشعب السوري في هذه اللجنة. لنتابع معا. بداية وباسم المرأة السورية بجميع مناطق سوريا، ندين ونستنكر اللجنة الدستورية التي أقرت من قبل الأمم المتحدة، كما نرى على أنه هذا الدستور هو بداية لمولود ميت لا حياة له بدون تمثيل مكونات الشعب السوري سواء كانت بشمال وشرق سوريا أو باقي محافظات سوريا، وكما نعلم أنه هناك 6 مليون نازح و6 مليون لاجئ، بالإضافة إلى هناك 5 ملايين من الشعب السوري متواجدين بمناطق شمال وشرق سوري، تم إقصاء هذه المجموعات الضخمة من الشعب السوري.
لذلك نحن نرى على أنه هذه اللجنة لا تبت بحقيقة السوريين، برأي الشعب السوري بأداء المهام أو القيام بتشكيل اللجنة الدستورية التي من حق الشعب السوري أن يكون شريك بإعداد الدستور السوري الذي يلائم جميع السوريين بعد معاناة 8 سنوات. مقالنا لهذا اليوم للكاتبة الأردنية رزان إبراهيم، نتابعه لكن بعد هذا الفاصل. إن النتاج الروائي للمرأة أكثر غزارة من النقدي، ولكن أحيل هذا إلى ساحة ثقافية مكتظة بعدد كبير من روايات يكتبها الرجال كما النساء، يفوق كتب الفكر والنقد بكثير. بهذه العبارات لخصت الكاتبة الأردنية رزان إبراهيم مقالها لهذا اليوم، لنتابع معا. على مدار سنوات كان المطلوب من المرأة أن تصمد، فالرجل ملك القوة في التاريخ والأدب، وقد أثار احتمال ظهور ناقدات على الساحة الثقافية قدراً من القلق لديه، بل تراه قد توجه سخيفة من امرأة تتولى سلطة في جمهورية النقد العظمى تتشجع من بعدها فتمارس ملكاتها النقدية على الأدباء الرجال، ومن ثم تفرض سطوتها في العالم الكبير خارج نطاق الكتابة. لذلك فإن الحديث عن الفكر النسوي لابد من معالجته ضمن سياق عربي طويل عاشت فيه المرأة فترة من الإقصاء والتهميش، وكثيراً ما اختزل دور المرأة في دائرة أنماط معينة عمدت إلى تأطير حركة المرأة تجاه الفكر والنقد، بل ونلمس حرصاً على عزلها عن محيطها الاجتماعي وعن الاحتكاك المباشر في الحياة، مما أفقدها قدرتها وفعاليتها في اكتساب الوعي اللازم. وحتى وإن دخلت المرأة عالم النقد فإنك تجد من يتحدث عنها باعتبارها جسداً جميلاً وليست عقلا جادا، كما فعل العقاد حين استخف بأدب مي زيادة جاعلا منه صالونا أنيقا وليس قلما كاتبا. في حديثنا عن حاجة المرأة إلى مناخ صحي يحتضن مجمل الحالة الإبداعية للمرأة، أستحضر ما افترضته فيرجينيا وولف عن أخت عبقرية متخيلة لشكسبير، يقابل طموحها بالسخرية وينتهي بها الحال صديقة لرجل يصيبها بخيبة توصلها إلى اتخاذ القرار بالانتحار. لذلك فإن القول بأن الرجل مفكراً وناقداً يفضل المرأة يدخل في منطلقة جنسوية تحتفي بالرجل لأنه رجل. لذلك أعود وأؤكد على وقوع المرأة في الماضي تحت أعباء رقابة صارمة جعلتها في فكرها منضوية تحت حماية الرجل في إطار نظام من العادات والمفاهيم الاجتماعية الصارمة التي أدخلتها في حالة من الركود على صعيد أكثر من مسار ثقافي بما في ذلك الفكر والنقد. واحدة من الأساليب المتبعة في خلق مناخات طاردة للمرأة الارتكاز على البعد البيولوجي الذي ينفيها كائناً قادراً على النتاج الفكري والنقدي، مع إغفال منظومة اجتماعية حرصت عبر سنوات على تأطير نتاج المرأة بكل السبل الممكنة. من هذه السبل نذكر ما يشيع من قول بأن المرأة لها تكوين عاطفي خاص يصعب عليها الخوض في الأمور العقلانية كما يفعل الرجل، وهو خطأ شنيع ومرفوض يستغل الفروق البيولوجية ويحولها إلى فروق عقلية وفكرية ونفسية في الوقت ذاته، ويسوغ غياب المرأة عن الفكر والنقد اللذين يحتاجان عقلا، بينما ينسب إليها كتابة أدبية تنهل من العاطفة، وهو ما يشبه إلى حد بعيد أحكاماً تقر بكل بساطة بأن النساء أقرب إلى الحساسية الوجدانية منهن إلى الحساسية النقدية، فهن يقرأن ويسمعن بروح نقدية أقل من الرجال دون أن تكون لديهن اليقظة اللازمة لاكتشاف الأخطاء، وهو ما يدخل في إطار انطباعات مكرورة لا ركيزة علمية لها البتة.
نهاية الحلقة مشاهدينا، شكرا لحسن وكرم المتابعة، إلى اللقاء.